قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أحمد كوجوك إن الحكومة تستهدف طرح سندات دولية جديدة ما بين 3 و4 مليارات دولار في السنة المالية المقبلة 2018-2019. وأشار كوجوك إلى أن انخفاض أسعار الفائدة والإقبال الكبير على أدوات الدين المصرية سيسمح لنا بإصدار المزيد من هذه السندات المحلية. وباعت مصر سندات قيمتها 1.2 مليار دولار لأجل 5 سنوات بعائد 5.5%، وأخرى بقيمة 1.2 مليار دولار ل10 سنوات بعائد 6.5%، إضافة إلى 1.5 مليار دولار لمدة 30 عاما بعائد 7.9%. وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية نحو 20 مليار و200 مليون جنيه منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي.